كنشكر الناس يعني المغاربه كاملين اللي تضامنوا وتفاعلوا مع القضيه ديال الطفل اكرم اللي اختفى او بالاحرى تم الاختطاف ديالو لمده شهر يعني مده ليست بسيطه في بعيد عن الحضن ديال الام ديالو عند الام ديالو عن الرعايه ديال الام ديالو يعني لقيناه في واحد الحاله اللي هي حاله يعني بالدارجه مكرفس يعني مكرفس ام وسط 50 يعني كيعاني من سوء التغذيه نقص في الوزن ديالو الماء لانه منين خديناه بقينا كنعطيوه الماء كيشرب بواحد الشراهه بواحد كميه كبيره كيشرب الماء يعني دليل على انه كان كيعاني من النقص في المياه ديالو كذلك بعدا نهضر على الطريقه على الوصول الى اكرم كما يعلم الجميع اننا بعد الاختطاف ديالو مباشره يعني بعد يومين قمنا بنداء عبر وسائل الاعلام وعبر المنابر الصحفيه وعبر قنوات اليوتيوب وعبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حول يعني اختطاف ديال اكرم اختفاء اكرم ديالو القصري هو اختفاء قصري وبالتالي نسميه اختطاف يعني المواطنين المغاربه تفاعلوا جميعا مع هاد الحاله الانسانيه ديال اكرم هاد التفاعل هذا كان عبر يعني معلومه اللي جاتنا من مدينه مراكش بالضبط في ساحه جامع فنان واحد المواطنين وبالضبط واحد الحاجه الله يجازيها بخير هي الزوج ديالها كانوا يعني جامع فنان في واحد الازقه واحد زقاق يعني ضيق شافوا المعنيه والمشابه فيها يعني كتمتهنوا بمفهوم التسول مستغلة البراءة ديال واحد الطفل اللي هو أكرم كما شاف الجميع راه شافوا يعني هذيك الصورة اللي تنشرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي تنشرات من واحد الوسائل مباشرة تعرفت على أكرم تعرفت عليه مباشرة خبرت الأخ ديالي بأن فعلا راه أكرم من بعدها خبرنا ضابط الشرطة وكنشكره في هذه المناسبة هذه بالولاية الأمن القنيطرة اللي نسقوا مع ولاية الأمن مراكش ورسلوا صور حقيقية منزوعة النقاب عن المعنية بالأمر والمشابه فيها تعرفنا عليها يعني تعرفنا على أكرم تعرفنا على الفتاة أو على السيدة المعنية فصافي تم يعني الاعتقال ديالها بالمصلحة الولائية بمدينة مراكش اتجهنا احنا كعائله ام اكرم وانا الخال ديالو وبعض الاخوه ديالي وبعض العائله توجهنا مباشره خذينا الطريق الى مدينه مراكش وصلنا تما كاينات صافي استقبلونا الاخوان ديال الشرطه تما ولايه الامن مراكش وكانوا يعني بصراحه كانوا ناس متعاونين جدا كيتواصلوا مزيان كيرحبوا بنا مزيان كنشكرهم بهذه المناسبه كنشكرهم بزاف وكنشكروا يعني جميع عناصر الامن الوطني وخاصه المدير العام للامن الوطني اللي كان على تتبع خاص يعني لهذه القضيه هذه وكنشكرهم بهذه المناسبه هذه وكنشكرهم هذا المنبر هذا اللي دائما تيخدموا تحت توجيهات ديال سيدنا الله ينصرو بهذه المناسبه هذه يعني وكان فعلا هذه المجهود هذه تكللت بالنجاح بعوده اكرم الى حضن امه وتسلمنا اكرم بعد توقيع محضر التسليم بالمصلحه الولائيه بمدينه مراكش وكانت الحاله ديالو نقول انه كان في حاله صحيه يعني ليس على ما يرام من بعد خدع اكرم الفحوصات الطبيه بالعين المكان يعني بولايه الامن مراكش وتبين انه يعني في صحه جيده كاين بعض المضاعفات ديال انه ربما كان كينعس في الزنقه التشرد الاستغلال ديالو لقيناه في واحد الحاله نفسيه فعلا انه طفل عامين ونص يعني راه عايش في واحد الحاله صدمه السلوك ديالو اضطرابات كاين اضطرابات سلوكيه عنده في السلوك ديالو اصبح بانه نوعا ما عنيف يعني كيصبح عنيف وليد كان كنعرفوه كان هادئ كان نشيط اصبح عنيف اغريسيف لانه فعلا كان عايش كنشوف انه كان عايش الويلات او عايش اهوال ديال الزنقه وديال الشارع مع السيده هذه اللي تم استغلال ديالو استغلال البراءه ديالو استغلال الطفوله ديالو وبهذه المناسبه هذه يعني نحيي رجال الامن ونحيي كذلك بصوت عالي المغاربه جميعا اللي تفاعلوا مع القضيه ديال اختطاف اكرم. يعني قلت كما قلت سابقا بان التواصل مع مصر اكرم كان من بعد مكالمه
اللي توصلت بها شخصيا من احد المواطنين من مدينه مراكش تقريبا مع هذيك السبعه ديال العشيه. السبعه ديال العشيه توصلت مكالمه بعد عده مكالمات متكرره، لان المكالمات كتداول على الهاتف ديالي بزاف، يعني كثرت مكالمات ما تقدرش ترد على المكالمات في دقه واحده. من بعد رديت على هذا السيد هذا، قال لي شوف انا صيفط لك تصويره واحد الفيديو تاكد ليا. فعلا شفت الفيديو وشفت هذيك الصوره، تاكدت بانه فعلا هو اكرم ومعنيه المعنيه بالامر. حتى هي تعرفت على بالمساعده الاخت ديالي وبعض الاخوه تعرفوا على الملابس ديالها. هاد المواطن او هاد المواطنه اللي كان زوج وزوجه هي واحد الحاجه كبيره، الله يجازيها بخير، الله يعطيها الصحه بهذه المناسبه. كنشكرها وكنشكرك، كنشكرك بزاف الحاجه، ومرحبا بك عندنا ان شاء الله تشوفي اكرام وتشوفي يعني العائله اكرام. الغريب في الحاله ديال العثور الاكرم من طرف هاد السيده هذه انها كانت ملحه، كانت تتحقق وكانت متتبعه جدا لقضيه اكرم، يعني متتبعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات اليوتيوب اللي كانت تغطي باستمرار مساله قضيه اكرم. يعني تعرفت على هويه اكرم وتعرفت حتى على السيده يعني المشتبه فيها. فقاموا واحد العمل اللي هو منهجي، عمل يعني اللي هو يعني مخدوم، قاموا بدون ان تشعر يعني المعنيه بالامر بالتصوير ديالها والتوثيق ديال اللحظه ديال العثور على اكرم. وهذا كان عمل يعني بطولي، نقولوا عمل بطولي، انهم استطاعوا وانهم يصوروها ويعطونا الصوره ديالها. ومن بعد الصوره انها ارسلناها للضابط او المصلحه الولائيه بقنيطره اللي نسقوا مع الناس ديال مراكش مع عناصر الشرطه مراكش، كتنسيق بيناتهم. من بعد ارسلوا لنا الصوره، من بعد القبض عليها يعني القبض على المشابه فيها، صوره منزوعه النقاب لان السيده كانت تضع النقاب للتمويه والتضليل واخفاء الهويه الحقيقيه ديالها امام الشارع العام. انا شفتها مباشره يعني من بعد بالمناسبه، يعني اول لحظه كنشوف فيها اكرم كيشير ليا يعني بصبعه تيقول لي بابا، لان كيقول لي انا بابا، واخا خالو تيقول لي بابا لان مربيه، تيقول لي بابا وضحك. اول رياكسيون دار ضحك بحال يتنفس، تعادت فيه الروح، يعني ولاده جديده لهذا الطفل. يعني واحد كتحس بانه كان كيعيش الاهوال، كيعيش الجحيم. شفته انا صافي تصدمت، انا تصدمت، ما مشيتش عنده ولكن مشيت واحد الكولوار واحد دا وبقيت شديت في راسي. وجا واحد الاخ من الشرطه قال لي شد في راسك، لان تصدمت، لان شفته في واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. الام حطت يديها على راسها ملي شافته وقال لها ماما، حطت يديها على راسها، يعني شعور ديال واحد الشعور يعني مختلط فيه، حزن فيه فرحه فيه سعاده فيه خليط من المشاعر والاحاسيس اللي الانسان ما يكونش يعبر عليها بالكلمات ولا باللغه ولا يعني واحد الحاله كانت حاله شعوريه، حاله يعني كانت ديال نقول فيه حزن مختلط بالبكاء بالسعاده بالفرح من بعد المعاناه ديال شهر اللي ما سهلاش، معاناه بليلها ونهارها وباحاسيسها وبتفاصيلها. حتى هي تفاجات، تصدمت، تصدمت، ما كانتش كتوقع اننا غادي نوصلوا ليها. يعني ولكن بفضل يعني الله سبحانه وتعالى اولا والمغاربه ورجال الشرطه اللي قاموا بعمل منهجي، عمل مدروس، عمل يعني اللي هو يعني مع انحرافيه ومسؤوليه ومهنيه كبيره لعند مصالح الامن الوطني. كنشكروا الجميع، كنشكروا مديريه العامه الامن الوطني. كنظنش لان الحاله اللي لقينا عليها اكرم وهاد السيده هذه ما كنظنش انها كانت يعني كتبات في مكان نقي، مثلا فندق ولا شي محل كرا، يعني كانت انها كتعيش من خلال الملاحظه ربما كانت كتعيش في يعني كتبات في الزنقه، عاشت لانه ربما انها يعني ما بقاش عندها الفلوس اللي تصرف، خسرت هذيك الفلوس اللي كانت عندها، ومع العلم انها كانت جمعت واحد المبلغ مهم، ما عرفناش المصير ديالو ولا المصير ديال الحيثيات ديال هذه الحاله اللي وصلت لها هي السيده مع اكرم. لان التحقيق الان ساري المفعول في 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 من طرف الضابطه القضائيه بمدينه القنيطره، ومن بعد يتم تعميق البحث معها باش نعرفوا الاسباب والدوافع ديال اخفاء واختطاف اكرم قسريا، وعلاش التوظيف ديالو، الاستغلال ديالو، استغلال الطفوله ديالو، استغلال البراءه ديالو في التسول في الشارع العام. اذا الهدف، كان هو المال، الهدف الاساسي هو المال، وبالتالي فاستغلال هنا واضح، انه كان اكرم وسيله ديال جمع المال واستماله تعاطف المغاربه واستماله المره مدينه مراكش. كلمه للمغاربه، شكرا لكم جميعا، شكرا جميعا. بينوا المغاربه على انهم لحمه واحده، وهذاك الحس الطيب في الحس العام المغربي
يعني التمغربيت حد اكتشفناها في هذه المحنه هذه. التمغربيت تصور كيتصلوا معك من خارج الوطن من ابعد نقطه في 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 في, في الكون، من ابعد نقطه في هذا العالم هذه، يعني من امريكا، من كندا، من اوروبا، من الخليج، من تركيا، يعني من من من, من يعني من مناطق بعيده في العالم. الناس كيتصلوا كيتواساو كيتضامنوا معنا، تقول حنا معاكم ضامنين معاكم، نديروا كل شيء، لا محتاجين شي مساعده ولا شي معلومه ولا اي حاجه، حنا راه الاشاره ديالكم. وبالمناسبه كنشكرهم جميعا، وكنشكر يعني خاصه يعني المديريه العامه للامن الوطني في شخصيه السيد الحموشي اللي فعلا يعني ابانا عن حس وطني مسؤوليه في تدبير ملف ديال الطفل الاكرم والنص، والله ينصر سيدنا. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.